بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات شوطا تلو الاخر، معركة ومنافسة الحقايق على ارضية ميدان الجبيب ثالث الاشواط. تابعنا الاشواط الرئيسية وتابعنا التحدي والاثارة، الاشواط التي ذهبت مع شعار خالد بن حمد بن حميد، الشوط الاول البكار والشوط الجعدان بتوقيت زمني وقدره ايضا 4:46 مع دها اول اشواط البكار 4:35 ايضا بالفعل، شوط البكار كان 36 بالفعل وشوط الجعدان 35. تهانينا للسيد خالد بن حمد بن حميد. نسير مع الاثاره والمنافسه بالعامري يتفوق هنا على الصداره وعلى البدايه، يقدم لنا هذا الحضور وهذا التواجد على صداره هذا الشوط بالمركز الاول على القياده هناك بالمركز الاول، بينما اللي هي قزوة لعبد الله بن سعيد بن طارش المسافري حامل رقم 14 تليها في المركز الثاني، هناك الحاضرة الوافية لصالح بن شعبان بن صالح المنصوري، بينما وصل بالطير يقدم لنا العين سعيد بن عبد الله بالطير العامري، بينما هنا بن عويضان يتواجد مع الشهنية محمد بن سهيل بن عويضان العامري، ولكن هنا القدوم من طواري قانم بن محمد بن فارس الظهري يقدم لنا طواري، بينما الوصول هنا من قبل الحاضرة والمتواجدة قير غير، وهي قير لسيد سهيل بن حليس بن راشد الاكتبي تتواجد في تحدي هذا الشوط. هكذا الإثارة، هكذا المنافسة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى من قيرت، إلى من تصدرت، إلى من خذت الموقع. بالطير بالطير حمد بن سعيد بالطير العامري يتواجد على المقدمة وعلى المركز الأول، تصدرت القيادة، تصدرت البداية، سارت على المركز الأول، ها هي على قيادة هذا الشوط مسيطرة، تقود السرب، تقود البداية العين، وعلى أرضية أحد أفرع ميادين العين على المقدمة. الله يا العين، الله يا العين، ويا حمد يا بن سعيد يا بن عبد الله، يا حمد يا بن عبد، يا حمد يا بن سعيد يا بن عبد الله، يا بالطير أشكرك على المتابعة، أشكرك على المتابعة ليقدم لنا العين على المركز الأول، على الصدارة، على المقدمة. المركز الثاني هناك تتواجد مع المسافري، مع عبد الله بن سعيد بن طارش. وصل بن فارع، وصل بن فارع، نقترب من الخمسمية، نقترب من الخمسمية، اسم قادم. وصل، وصل أحمد بن سيف بن خليف الدرمكية يقدم لنا حضوره، ووصل بن حليس، وصل بن حليس، وصلت غير، تحركت غير، ولكن العين، 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 العين على المركز الأول، العين إلى الهير، إلى الهير السلام، ولوكون الله 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 يا نويعس، 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 نويعس على المركز الثاني، والعين على الصدارة. معركة، معركة، معركة داعسي والقبراء ما بين الثنتين، ما بين الثنتين، البداية، الصدارة، المقدمة. حمد بن سعيد بالطير، حمد بن سعيد بالطير يتفوق على الصدارة. سلام يا الهير سلام، وسلام يا العين سلام. تهانينا والناموس لسيد حمد بن سعيد بن عبد الله بالطير على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني لسيد حميد بن سيف
الدرمكي على هذا الانتصار. المركز الثالث هناك حضرت في مشاهدينا الكرام النقير لسيد سهيل بن حليس بن راشد، والمركز الرابع هناك ايضا الوصول مشاهدينا الكرام من قبل ايضا لسيد خالد بن حمد بن حميد الجنيب اللي هي من وره على المركز الرابع، والمركز الخامس كانت في طواري لقانم بن محمد بن فارع. التوقيت 4:39 ثانية. تهانينا والناموس.